نعم الناس بعضهم يستوحشون من ذلك، لا يأنسون بهذا الكلام، يقول لك هذه لغة تكفيرية وما لغة تكفيرية. خلي يكون، احنا مو قضيتنا ان الناس يأنسون او لا يأنسون، يستوحشون او لا يستوحشون. اذا كنا نحن تكفيرين كما تزعمون، اذا الامام الصادق اكبر تكفير، الامام الرضا اكبر تكفير. طلع احنا انما نتعبد باقوال ال محمد عليهم الصلاه والسلام ومنهجهم ونطبقه. وشنو معنى تكفيري؟ تكفيري هو الذي يحكم بالكفر، يحكم بالكفر على الاخرين. احنا ما نحكم بالكفر على الاخرين، احنا قلنا اللي يتشهد الشهادتين ايا كان مذهبه محكوم بالاسلام، نقول عنه مسلم في دار الدنيا، اما موضوعه ماذا؟ كفري، يعني في الاخره كافر، كلام الامام عليه السلام في مثل هذه الروايات في دائره الموضوع مو في دائره الحكم. بمعنى اخر انه احنا بدنا نعطيه كل حقوق المسلمين في زماننا. قل له هذا مسلم خلص. يعني طاهر، لكن في الاخره يريد يقول راح يطلع شنو يطلع؟ يطلع كافر مشرك زنديق ناصب. عرفتوا شلون؟ الى هالدرجه يطلع. فليش تقول عنه تكفيري؟ اذا تريد تكفيري الحقيقي تدري منو؟ نظام ايران. وهابيه الشيعه نظام ايران مو احنا. لانه يعني نظام ايران هو صاحب شعار مارك بارز ضد ولايه فقيه. الموت لاعداء ولايه الفقيه، يعني كل من لا يرى ولايه الفقيه يحكم عليه بالموت. الوهابية هذه سمتها أنها تحكم بالموت على من لا يوافقها، هذه وهابية الشيعة. هؤلاء هم التكفيريون الحقيقيون، لأن هذه قضية اجتهادية، هذه واحد يرى ولاية الفقيه واحد ما يرى ولاية الفقيه، ليش تحكم على اللي لا يراها تحكم عليه بالموت؟ هو شنو؟ ما خالف قرآنا ولا سنة، ما خالف قطعيا من القطعيات، هاي مو قضية قطعية، قضية اجتهادية فقهية. بس شوف الفرق، يطلق علينا النظام الإيراني وأبواقه وصبيانه أنه نحن وهابية الشيعة، نحن شنو؟ سلفية الشيعة بقولتهم. على شنو؟ لأنه لغة حادة، هاي اللغة الحادة لغة الأئمة الطاهرين عليهم. مثلا فرض كنت إهانت به رهبری کردن بازم باید صبر کنید سکوت کنید اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنی. ہے کہ ایک قلب خمینی ہمارے پیچھے پڑا ہے جس کا نام ہے خامنئی وہ مردود بلون تو یہاں اس کی نمائندگی کر رہے ہو یہ بتاؤ تم اندھے ہو پاکستان میں شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہے تھے افغانستان میں شیعوں کا ظلم ہو رہے تھے عراق میں صدام معلوم کیوں مظلوم کر رہا تھا اچھا چلو کسی بات پر تم کو نہیں بلائے جب اس کا مدعا پوچھتے تھے تم نے امریکہ اور برطانیہ کا جھنڈا جلایا تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس میں ملک کا جھنڈا رہا ہے اس ملک کی توہین ہے